حضرتك يعني راجل كبير في السن وما بتسمعش اطرش يعني، فتحصيل حصل ان انا انده عليك. ما بسمعش برضو ولا قلت تضيع عليا العشاء. اه انت يا خبره يا فائسني. قول لي بقى ايه اللي في ال... انا لسه حتى في التسجيل التلفزيون. انا اسف. لا عادي متعودين. بس انت سكت كتير. بس انا سكت وانا عارف انا هقول ايه بعد كده. بتعايرني عشان بنسى. تفتكر افهاتك بس. ما على رأي المثل يا بابا. على رأي المثل يا بابا، هذا الشبل من ذاك الهسس. هسس يعني ده شبل. ده شبل ديناصور. قول لي بقى ايه اللي في القرطاس ده؟ حتى انت؟ انا هقولك عشان انت حبيبي. اصلي ده العشاء بلح. بلح ايه؟ قله ادب ولا ايه؟ بلح عادي. يخص عليك. ايه؟ يا ريتني ما ربيت ولا تعبت نفسي. ليه؟ انت تشتري السلعه الاستفزازيه دي؟ لا! اشتري ايه؟ انا اشتري برضه؟ هو احنا بنشتري حاجه اصلا؟ ما بنشتريش حاجه. طمني. انا ولا حاجه، ده انا شحطته من على المقابر. احفظ بقى الاربع بلح والخميس قرص. بقى فوت الم. ماشي يا ابني. واحنا بنشتري حاجه؟ ماشي. انا خايف بس الناس يقولوا علينا فقراء او بخلة. بخلة مثلا؟ احنا بخلة بالكلابية بالبيجامة دي بخلة. ده احنا نوتنا. تصنيفنا نوتنا. تقلقش. طمني. ايه اخبار البرج اللي في البلد؟ لا لا لا، البرج السلع النار. وطي صوتك، امك لا تكون عايشة لسه. البرج اللي في البلد تمام. المقاول طلع بالدور ال11، بس هو راجل نتن شويه، طلب مني فلوس تانية. المانيا. ما تستهبلش، انا اديته من معايا. الله يبارك لك. ارجع السمع تاني. انا عايزك يا ابني ما تجيبش سيره البرج ده لحد خالص. عيب يابا، هو انا عبيط؟ سرنا مع بعض واعتماد اختي في البلد هي اللي عارفه، بس كله بقى مش فاهم حاجه. انا بفكر اقتل اعتماد اختي واخلص منها. احسن برضه. طيب ايه بقى؟ ايه بقى؟ مش هنتعشى؟ ما احنا هنروق بعض بس في السر عشان مش عايزين قلق. سيكاروما. يا سيكاراديمو. يا سيكارا. ايه اللي جابك يا نور يا بنتي دلوقتي؟ عايز اعرف ايه اللي في القرطاز. قرطاز؟ بابا خليك معايا. اوعى تقع. ما انا شخصية ضعيفة هقع. امسك نفسك. لا ده هي بس تاخدني الاوضة تبص لي، بس ههر في الارض. خليك زي شخصيتي ضعيفة والله العظيم. خليك زي ابوك. زي ابويا ايه ده؟ هي من قبل ما تمص لك بتهر برضه. خليك زي ابوك راجل عطل. عطل ايه يابا؟ ده انت تشوف الكتف بس تهر في الارض. احنا كلنا كده نخش الاوضه ناخد الحقنه نطلع نقول اللي اتقال لنا جوه. ده كان زمان يا حبيبي. كان زمان. هتشوف ابوك. يعني اتغيرت دلوقتي؟ الا اتغيرت. وحش الافيال. انا اقول كلمه حاضر ترج البيت. وحش والله. غالي. حاضر. الله. شفت حاضر من تحت ازاي؟ حاضر. نعم. ايه اللي في القرطاس ده يا غالي؟ ده العشاء. ونعم الرجوله. ايه؟ ونعم الرجوله. العشاء؟ العشاء يا اولاد. بدي يا فوزان. جمله مهمه جدا. يا جمله مهمه. الكل. جمله انت ما تخشي. طب ليا؟ طب ليا؟ يا جماعة في إشاعة بتقول إن إحنا عندنا عشاء. أنا مش مصدرها. أنا مش مصدرها. بابا أوعى تكون جبت الزبادي. الواد ده خيال واسع. أو جبنا نستون. يا
انت قلت ايه؟ جبنه نستون. دي اكله مركبه؟ انت عارف فادي يعني ايه جبنه؟ لا بس اعرف النستون. يعني ايه يا؟ مكعبات. الحمد لله الوقت ليه عبيط يا بعض. فادي عم بيقول لك النستون مكعبات. امال هي بتتباع ازاي؟ تتباع بالمتر. تتقسم مكعبات وتتباع بالمتر النستون دي. بابا. ايه يا روح؟ يبقى انت جبت لحمه. ده خيال مريض ده بقى. لحمه كده خيال مريض. فراخ مثلا. انت ايه؟ فراخ. هو انت عرفت الفراخ؟ عرفت الفراخ؟ ايه الفرخه دي؟ حشره. شفتها فين الحشره دي؟ عند ام دقبل. الواد دقبل ده ما تروحلوش تاني ام دقبل. لا ده مش واد. دقبل ده مش ابنها؟ لا. امال ايه الدقبل ده؟ ده طلع لها دقبل هنا. اقعد 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 ليلتك الطين. بابي او بيتزا. البت يا رب. بت انحرف كده. البت ماشيه مع حد. بيتزا؟ هتجيب لنا العار؟ قولي ان انت قلتي اي حاجه مش عارفه البيتزا دي يعني ايه، مش عارفاها صح؟ بيتزا مثلثيه يا فجره. البت ضاعت مننا يا حاج. البت ضاعت مننا. كده حسابنا بعدين. من الاخر كده انا جبت لكم عشا بلح. بلح يا ما جاب الغراب لامه. ايوه بلح. ماله البلح ده؟ كله فيتامينات ومعادن. من الاخر كده كل واحد فينا هياخد بلحايه. بلحايه واحده؟ ايوه واحده. انا لو منه ادي لكل واحد فيكم نوايا تزرعوها وتستنوا جنبها بقى لما تطلع. شفتوا القسوه؟ هتجيب النوايا وتستناها وتبقى نخلة. شوف الكلام. يلا عشان تعرفوا ابوكوا بيحبوكوا قد ايه. هيا بنا يا ابي فلتأخذ البلحة ولتستلذ بهذه البلحة. ضيقة قوي. ويا اقسم بالله العظيم دي اكبر بلحة. سيبها لي يا جدو. ايه الزخفة اللي انت فيها دي؟ ايه الزخفة دي؟ اللي يشوفك كده يقول محروم؟ 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 أنا حرمكم من حاجة؟ حرمنا. حرمنا من بلحك ليه؟ وربنا لو لمي كنت موتك. ده أنت جايب لنا الخير كله. إيه؟ تعال. أنا شامم من ريحة كلامك كده سخرية. بتسخر مني؟ طيب أنت بقى هتاخد أصغر بلحة. هي فين؟ هي فين؟ ما هي أصغر بلحة ما بتشافش بالعين مجردة. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ هاكلها. نعم؟ هاكلها. لا ده كان قبل ما تستظرف. دلوقتي هتشمها. شم اترمي هنا. وانا يا بابي. وانت ايه يا اختي؟ بلحظ. بلحظ؟ بقيتي قليلة الأدب. أيوه. مش الكبار الأول؟ جده خد الأول. والحيزبون تاخد بعديه. ماما حبيبتي حبيبتي ماما اللي مهزقاني ماما. تاخدي بالها بس احترميني. ها وعاوز النوايا بقى ولا اعملها عقد؟ يما عيب كده يما. يما العيال يما هزقوني بسببك يما بقى. من عمايلك يا بابا. يا شيخ اقعدي بقى ببربريز الاتوبيس اللي انت لابساه بقى. يا شيخ اقعدي بقى. لزقت في الكلمه وقلنا ماشي خلاص. فوزي الرجوله كلها حبيب ابوك. سؤال هتجاوبه صح هتاخد البلح. بتحبين اكتر ولا امك؟
انت يا بابا. ليه؟ عشان اخد البلح. برافو عليك. خد. هو ده التملق ولا بلاش؟ احبك يا احبك. تجري تجيب العيال والطبليه؟ ماشي حسابنا بعدين. شكرا. ما هو شغل الافعى ام جرس دي مش هينفع. ايه ما ايه ايه مش فاهمك. بقك ايه؟ عايز ايه؟ مش هي انت بتعمل ليه كده؟ مش البلحه اتسحبت منك؟ مش عايز كلام بقى. فاضل بلحتين. انا بلحه وانا بلحه. صح يا اختي. زقلطه بابا يا اختي. بنت عبيطة أوي. استنوا! إحنا اتعودنا ناكل كده؟ هو إحنا اتعودنا ناكل أصلاً؟ فوزي فوزي لم دعاء الطعام. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وارزقنا خيرا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن. ايه؟ طب ليه فاضيه؟ ده انت ناقص بسم الله تقلع البنطلون. ايه؟ سامع. طب ليه فاضيه؟ واتسحبت منك البلحه ولسان هيلدعنا. ايه ايه ايه؟ قول لي الحل بقى. الطقس اللي انت عملته ده اخره ايه؟ ابص بص معاهم. اتعاطفت مع بقك. بص بس على خفيف خفيف عشان بطن اخواتك. استنوا. ايه البلح متراقب ولا ايه؟ هتاكله بالساهل كده؟ هات يا بنت هات. وحياة امك انا كبرت بنسى لكن عندي لياقة. هات البلح. لا مش هديها لك. هات البلح يا حيوان. مش هديك البلح. هات البلح. شكلنا وحش في الكاميرا. انت مش هات البلحة. البلحة مش معايا. البلحة على الطبلة. انا كنت بشتغلك. يعني كل المشهد ده بلح؟ ما كده ما يصحش. اخد البلحة. خد البلحة. ايه ايه جدو. ايه جدو. يعني ايه جدو؟ دول اسمع كلامي. استلم نفسك. ناقص واحدة مع الحيزابون. حاسب لا تلدعك. وديت البلحة فين؟ بلحتي أنا ما شفتش حاجة. قابل وقعد بقى. قابل. والله متعبة متعبة. إيه يا غالية؟ فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ إلا فاكرة. ودي حاجة تتنسي؟ كان يوم حد. قلت لك والله هتتعبك والله. طب انا هعيد الجمله تاني وارحميني من افهات امك. ايه يا غاليه؟ فاكره اول مره اتقابلنا فيها؟ الا فاكره. ودي حاجه تتنسي؟ كان يوم حد. فين البلحه يا بنت